نتوجه إلى العميد أكرم سريوي الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة اللبنانية بيروت. سيادة العميد أهلا بك معنا. نسألك مباشرة عن توقعاتك لما جاء في هذه المسودة وما تم تسريبه منها، واستراتيجيا وبلغة العسكرية ربما ماذا يعني ذلك لحزب الله؟ هل يعني ما يروج إسرائيليا من أنه سيتم القضاء على حزب الله وعلى بين قوسين فكرة المقاومة في لبنان؟ هل تتوجه لي أنا بهذا السؤال؟ أنا العميد مارون خريش، أنت قلت أكرم. عفوا سيادة العميد، عفوا أعتذر، هذا ما أبلغت به، ولكن نتشرف بك دوما على شاشة النيل للأخبار. أحيل لك نفس السؤال سيادة العميد، نحن نتحدث عن فكرة الورقة المطروحة الآن أمريكيا على الطاولة اللبنانية وطاولة الاحتلال، هل تعني استراتيجيا تغيرا في المواقف الأثيرة لحزب الله كطرف مقاوم أو الطرف المقاوم الأهم في لبنان؟ يعني إذا نظرنا إلى ما حدث اليوم في بيروت نرى أنه فرق عن البارحة. الزيارة الثانية للمبعوث الأمريكي هوفشتاين إلى الرئيس نبيه بري كانت مختلفة عن سابقتها، ولذلك تأجلت الكلمة التي كانت سيلقيها الأمين العام الجديد لحزب الله إلى اليوم بعد أن غادر هوفشتاين. جاء تصريح الأمين العام، وتصريح الأمين العام نرى فيه أنه مختلف جدا عن التصاريح السابقة التي أدلى بها منذ أن تسلم الأمانة العامة. أنا أرى أن هناك بارقة أمل، أرى تراجعا في الجانبين الإسرائيلي واللبناني. في إسرائيل هناك فقط قضية الكنترول على ما يفعل حزب الله، إذا كان سيستعيد قوته أم لا. هم لا يريدون أن يستعيد حزب الله قوته بعد أن قاموا بكل ما قاموا به في لبنان من تدمير وخراب. وحزب الله الآن أصبح في وضع لا يحسد عليه بعد المرحلة الثانية التي قام بها العدو الإسرائيلي على الحدود، وتبين أن إسرائيل قد تقدمت في بعض المواقع إلى 10 كيلومتر، بالرغم من أن القتال لا زال دائرا في على الأرض في هذه القرى، إلا أن الملفت أن الأمين العام لحزب الله قال أنه هو ليس جيش إنما مقاومة. نعم. في السابق كانوا يقولون أنهم مستعدون أن يدخلوا للجليل، اليوم أصبحوا مقاومة، إذا دخل العدو يقومونه. يعني في تراجع واعتراف بعدم توازن القوى، إذا صح التعبير. عدم توازن القوى يعني تعبير مخفف لأمر آخر. أرى أن الجميع الآن مقتنعون أن إذا طالت الحرب الجانبان سوف يخسران، ولا أحد سوف يلغي الآخر. نعم. لا يستطيع لا إسرائيل أن تلغي حزب الله، ولا حزب الله استطاع أن ينفذ تهديدات الأمين العام السابق لحزب الله رحمه الله. هذا هو الوضع. انكشف الجميع وحان ساعة الحقيقة، ويجب أن نرفع وحان الوقت أن تسكت الأسلحة ويتكلم العقل. نعم. الآن أنا أشكرك شكرا جزيلا من بيروت العميد مارون خريش الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.